ما كيتفهموش ما يتفهموش مع الاول. وانا راني في الامر هذا تاع الطلاق باسكو سون با ميور بور لو مارياج. سبات كان في الديور تانيك، كان العجايز تانيك، ربي يهديهم. هل الزواج راه يتم بالطريقه الصحيحه؟ وهنا كبدت الموضوع، وهنا جاوب الموضوع. كاين نساء تانيك شواطن حاشا اللي ما يستاهلوهاش، وكان اللي يعيشوا مع العجايز تاعهم ولا غير يعيشوا لا بالفي. ونقول لك ان شاء الله ربي يعطيك كما يقولوا العقل وتولي ان شاء الله. هذا هو السبب، لو كان خلاو المراه امراه والراجل راجل ما يكونش فيه هذا الطلاق بكثره. اعزائنا المشاهدين اهلا وسهلا بكم، موضوعنا اليوم في صريح جدا هو موضوع الطلاق، يعني الطلاق كثر بزاف في مجتمعنا في هذا الوقت، وشنو هي السبه اللي خلاتهم يتلقوا؟ تبعوا معنا باش تعرفوا الاجابه. السبب سوء تفاهم ما كيتفهموش ما يتفهموش مع الاول، والصداقه ما كاش بيناتهم، الصدق بيناتهم ما كاش. سبا تليفون انترنت، هذه هي تلقاي المراه تحكم التليفون نهار كامل وهي في التليفون، واللي جا هادو ديالنا ما يزوجوا ما يندبوا. الى بلاء المورال هي تشوف درامية، هي الاخرين تاع الافلام درامية، تقول لي اسمها شغل وجهها فارس الاحلام كيفاش، والراجل تاع الصح يعني كيما يحب تاع الدار وما يحبوش الرجال ما يحبوهمش. انا نقول لك وانا راني في الامر هذا تاع الطلاق. علاش بصح سبا من سبا الانترنت؟ انا عمه علي بيختي pour tout le monde. La liberté pour tout le monde. Et tant que le taux de féminité est tardem, le taux de masculinité est tardem, c'est pas trop. C'est ça le problème. Chacun 60 000, 70 000 par an. Pourquoi ? Mais bien sûr. Quand des hommes, ils ont fait le canon, ils ont fait Hitler. Il y a des hommes qui ne sont pas valables. Ils s'accéderont des tests psychologiques à un homme ou à une femme s'ils sont capables de gérer un foyer et d'avoir un foyer. Parce qu'actuellement, dans le monde a changé. La parabole a bousculé toutes les mentalités. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que je veux dire que je veux dire que je veux dire que je veux dire. Je veux dire que je veux dire que je veux dire que je veux dire que je veux dire. هم يطلقوا على حاجة تفهين؟ إيه بدون يعني تو بورين باغاتيل، ما طيبتلوش ولا حرقتلو ولا ما وجدتلوش القهوة ولا ما حدتلوش السروال تاعو تتاق ويدوزو خلاص باسكو سون با ميور بور لو مارياج. أسباب متعددة مثل مثلا يعني مثلا الزوجة ما عندهاش يعني رأي كيما الزوج، وهذا ماشي مليح. نورمال ما تطيع زوجها، كرهنا من الطلاق والله كرهنا من طلاق، وطلاق يدي للداهية. عم يطلقوا على فايس تفهين؟ تفهين تفهين لازم تسمح بحقها، وكما قال لك يعني الزوج هو الجنة تاعها. طلاق كثر بزاف بيسك الوقت اللي رانا فيه تاع العصرانة، المرأة تحب تحط روحها شغل كيما هي كيما الراجل، وحنا مسلمين العكس، المرأة عندها حقوق وعندها واجبات، والراجل عنده حقوق وعنده واجبات. صح العصرانة المرأة انسان كما يقول لك جنس لطيف، يتعامل كما احنا نقولوا بكلام ربي، ويتعامل بالملاحه ويتعامل بالظرافه. والطلاق اكثر خطر شنو كوبل اذا دخل بيناتهم دارهم ويعمروها ويخسروا على الراجل، المراه ضعيفه انهم ناقصان عقلا ودين، واش دير؟ تروح تميل لدارهم وتسمع لدارهم، اما لا يخسروا ما بيديكم. بالعكس عقليه تاع لي زوروبيان، لي زوروبيان لا لا لو كوبل يفري مشاكله، هو هي دقيقه تاع ضعف ودقيقه تاع سخانه. وكان انسان ينعل الشيطان ويخلي هذيك دقيقه تجوز، راح نتجاوزوا هذه المرحله وراح ما يكون غير الخير. بصح المراه الا سمعت لدارهم وكبر الموضوع يلحق الطلاق، وابغض الحلال عند الله هو الطلاق. ونوصي من جميع انسان مزوج انا راني فيها، ونقدر نبعث بتي ميساج اما فام جي طومبي اموغو اما فام ونحبها بزاف، وجعلنا ما بينكما موده ورحمه، ونطلب ربي يجعل ما بيني وبينها موده ورحمه، وان شاء الله ترجع لي. ونبعث لها متي ميساج وهذا اخر نقول لها باللي داركم اللي عمروك عليا ما يدوم لك غير راجلك، وداوم لله وربي يهديك ويهدينا وربي يثبتنا ان شاء الله. ونقول لك ان شاء الله ربي يعطيك كما يقولوا العقل
وتولي ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الطلاق هذا واش السبب تاعو؟ دوك المراه، دوك المراه تكون خطبها يقول لك نرفض يمك وبابك، نرفض خياتك، نرفض الدار كومبلي، نديرهم فوق راسي وعينيا. ومن بعدك يدور العام تولوا المشاكل. اكري لي، شوف يمك واش دارت لي، شوف اختي واش قالت لي، هاي ضربتني، هاي تمعني لي، هاي دير لي. تقول لك اكري لي نروح للدار، طلقني، خير. صوالح، اكري لي روح لدارنا. وهذاك مسكين هذا واحد ما عندوش، نقولوا ما عندوش، عنده المدخول وين يكريها؟ ما عندوش واش يصل. لازم يقول لك يصبرها، يقول لها يا مرا صبري مع الدار، يفتح علينا ربي وكله هاك وهاك. هي بصح لا هي ما تصبرش، والراجل مسكين يروح يسرق، يروح يكري لها، ما كاش منها، ما عندوش المدخول، يروح يسرق، يدخل الحبس، يضيع ولاده. ما هذاك يجي يدخل الوسواس في راسه يطلقها، يقول لك هاي نديك دار الشرع. الطلاق في الجزائر صار لانه هل الزواج راه يتم بالطريقه الصحيحه؟ وهنا كبده الموضوع، وهنا جواب الموضوع. نقول انه اليوم نهضروا طلاق من انطلاقه الزواج في اختيار الفتاه، ما ناش نقولوا كيفاش تختارها، كل واحد حر في مواصفاته. اول حاجه الواحد كيولي ما يخدمش، ماهوش خدام، يعني ماهوش خدام ويدي مراه خدامه، هنا مشكل خطير. هنا تقدر تقول بطاقة حمراء، تقدر تقول ضربة جزاء، سميها كما تشاء. أول حاجة كي تدي مرة خدامة وأنت ماكش خدام، أول حاجة كي تبدا المرة تصرف عليك وتصرف عليك مرة أولى ومرة ثانية ومرة ثالثة، يجي واحد النهار احنا الجزائري كاع مقلقين وكاع عصبيين، الزوج يدخل الدار كامرأة للميكروفون، تجي تقول له بلي أنا نصرف عليك، أنا درتك راجل، هنايا راح يصير انفصال في الطلاق. لازم يعني الجيل تاع هذا الوقت يعني حاشا ماشي كامل، ما نقولوش كامل، لازم المرأة تصبر، راجل ثاني راهو يسوفري، راهو يسوفري. ولا هو اللي يطلب طلاق منها؟ هذه حاجة كما قال لك، هذه حاجة تخصه. بصح المرأة شوية تساعف، كاين شوية يعني بعض. شنو هي السبة الأولى تاع الطلاق؟ سبة يعني؟ هي على ولا كي نقول لك حاجة ولا غير حوايج تافهين. ها؟ مثلا عزم هاكي ما طيبتيش، هاكي ما، المرأة لازم تصبر. هاكي ما درتيها مسوسة، درتيها مالحة، درتيها على أسباب تافهة. اليوم الزواج أصبح الزواج على أكثر الطلاق بقوة، لأنه سيطرت عليه الماديات، سيطرت عليه الجانب المادي. سبة أختي نقول لك حاجة، سبة كان في الديور تانيك، كان العجايز تانيك، ربي يهديهم، ما يخلوش ولادهم، ما يخلوش ولادهم يعيشوا منين. هذه أول، هذه باينة ديريكت كاع. وكاينين رجال وكاينين نساء، مش نحصلوا غير في النساء، كاين رجال تانيك الله ما رحمه ربي، يشوفوا عفايز برا يدخل لهم واحد الشيطان يدخل لهم، وبزاف وكاين العجايز ربي يهديهم والله، كاينين بنات فاميليا مساكن تتحطوا في الديور، واش نقول لك؟ وكاينين النساء اللي يتبعوا النساء الغيره، وحده مزوجه عندها حبيبتها، زوجت سكنت وحدها، دخلها في واحد الشوطين، وني ساكنه وحدي، طيبت وحدي، درت وحدي، درت هذيك وحدي، هذيك تخدم لها، ومن بعد راجلها في اللي تهبلوا يدخل مسكين زنيقة الهبال. وعلى بالك واش نمو المراه على شغل على الراجل شويه، المراه شويه نقولوا عندها عقل شويه صغير، بصح الراجل تانيك مسكين دير له لابريسيون. اذا كانت بنت فاميليا، الطفله هذه كنت بنت فاميليا وقاعده مع ناس ملاح، ما تروحش للطلاق. قال لك حاجه كل بوس من الكلب فمو تخدي حاجتك منه، ديري عجوزتك هكذا ديرك لهنا. اذا دخلتي في الشوطين تاع حباباتك عيط لها في التليفون واش درت ثاني في داري، والله الحمد لله ما كان يصدعني ما كان، وعجوزتك واش دير لك، العب يلعبك. كاينين نساء ثانيك هكذا اختي، كاينين نساء ثانيك شواطن، حاشا اللي ما يستاهلوهاش، وكان اللي يعيشوا مع العجايز تاعهم ولا غير يعيشوا لابيل في عندهم هذاك الشوطين، عندهم التحواس. اني خرجت اليوم مع راجلي في اللي تعشينا، اكيد تعرفي بلا ما نقول لك، وتبدا المشاكل وتقول لك ريلي وحدي، اما غادي يقولها روحي لداركم وهو مسيبارين ويعشي، وشكون يعشي ودراري ضحيه، هاوليك تلاخ. هذا هو السبب، لو كان خلاو المراه امراه والراجل راجل ما يكونش فيه هذا الطلاق بكثره. الطلاق ماهوش حرام وماهوش ممنوع وماهوش حتى حاجه، ربي حل ما حرمش الطلاق، الطلاق هو لازم يتسبب. انا قلت لك لما داروا المستوى نتاع المراه والراجل كيف درك انا نتزوج براجل، سبحان الله، لو كان لازم يديروا المراه امراه والراجل راجل، المستويات ما فو با يديرهم اليني، عمرها ما تكون حاجه متساويه، تكون تتفاهم بالمحال. هذا هو السبب،
لازم المرأة يعطوها قدرها كامرأة للإسلام. الإسلام حرر المرأة وعطى قيمة للمرأة، وباش ما يكونش طلاق. طلاق هذا يعني يغضب ربي سبحانه، ويغضب على الطلاق. وإنه لما داروا هذا تاع المستوى تاع كيف الحقوق، يعني كيف المرأة والرجل، هذا هو اللي ولا النزاع. درك انت لو كان اختك لو كان يحبوا باش يديروها مستوى معك تحاربي معها، خاصة المرأة والراجل. درك لما المرأة تجاوب الراجل تقول له واش عندك انت واش عندي انا، مثلا تجاوبوا بكلام ماشي تجاوبوا تاع امرأة، تجاوبوا بكلام اللي هو خشين يسمرني معك كيف واش يدير، لازم يطلقها. هذا هو السبب اللي كثر تاع الطلاق. المرأة درك عندها كل امكانيات باش تسحق الراجل، تسبب له بألف سبة ديرها له باش تطلق. مو علاه في الطلاق الاكثر الخلع، شحال عاد كاين الخلع عاد بكري. احنا بكري ما نسمعوش بالخلع هذا. درك الخلع عاد ديروا المراه لانه داروا لها قيمه، ولات هي كيما الرجل في الحقوق والواجبات وكذا. لا ربي سبحانه قومونا، قال قومونا على النساء، المراه امراه والراجل راجل، والحقره ما تكونش لا منا ولا من.